أكد ألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالمتحدة للخدمات الإعلامية أن منتدى الإعلام العربي 2023 في دبي شهد مشاركة حقيقية من شباب الإعلاميين. وعلى هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي قال شفيق إن المنتدى يمثل فرصة مثالية للشباب للتعلم من الأجيال الحاضرة والمشاركة في الفعاليات. مبسوط جدا السنة دي لعدد من الأسباب، لأنه في مشاركة حقيقية للشباب الإعلاميين حصلت في أول يوم أو قبل أول يوم كمان موجود في اليوم زيرو، ودي مشاركة أنا وجهة نظري هي دي مستقبل الإعلام الفترة الجاية. الشباب اللي شاركوا شباب مهم جدا إن احنا نخليهم دايما يشاركوا. أنا وجهة نظري إنه دي خطوة مهمة، ويمكن من أفضل الخطوات اللي اتخذت في هذا المنتدى وجود الشباب، ويا رب نشوفه كل سنة موجود.